وقل رب زدني علما. إذا كان الشخص قد نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت قبل طلوع الشمس بقليل، بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يكفي للطهارة فقط أو للصلاة فقط، ولا يمكن الجمع بين الطهارة والصلاة معا في ذلك الوقت القليل، فهل نقول يجوز له في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة عن وقتها لانشغاله بشرطها، وشرطها لا يحتاج الزيادة عن المعتاد؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى الوقت الذي أدركه قصير لا يكفي إلا لواحد من الأمرين، إما الصلاة أو الشرط، فحينئذ نقول يقدم الشرط على الصلاة فينشغل بشرط الصلاة المعتاد ثم يأتي بالصلاة بعدها مباشرة. فلو أن الشخص استيقظ قبل طلوع الفجر بنحو دقيقتين، نقول قم وتوضأ واستر عورتك ثم بعد ذلك صلي، ولا نقول الشخص يصلي بلا وضوء لأنه لم يبق من الوقت إلا شيء يسير، فنقول الوقت مقدم. نعم الوقت مقدم إلا في هذه الصورة الوحيدة.